الخير، حعمل كفتة في الفرن تنفع لوجبة كيتو. هنا عندي لحمة، بصل، بهارات، بابريكا، بودرة ثوم، ملعقة من معجون الفليفلة، ملح، البهارات اللي تحبوها حطوها. وهنا عندي حلقات تكون سميكة شوية زي كده من الفلفل الرومي الملون. ححشي الكفتة داخل الفلفل الرومي، بعد ما تستوي وتتحمر أحط لها جبنة وأرجع أدخلها الفرن تتحمر من فوق أو تسيح الجبنة من فوق بكل بساطة. شوفوا خلاص حشيتها. دحين عندي هنا صلصة ونص من مكعب مرقة الأعشاب، وحضيف لها موية ساخنة. تمام، وحقلب اللي انت تتجانس، وبعدين بالفرشة أدهن الوش، وإذا بقي كمان من الصلصة هصبها على حبات الفلفل المحشي واللحمة. خلاص دحين كده أدخلها الفرن تستوي. على بال الوصفة ما تصير في الفرن حامل فطور سريع ليا. هنا عندي زعتر وزيت زيتون، هذا الزعتر مرة لذيذ، أخذته من بندا، أظن في بن داود كمان موجود. وزيت الزيتون هذا كمان ممتاز، عضوي عافية، فأنا بالعنية هنا كترت الزعتر أكتر من زيت الزيتون. هحطها فوق التورتية وبعدين أتنيها وحمصها في الصاج على النار. شوفوا أختار الحجم الميني، مرة صغيرة، شوفوا مرة خفيفة ولذيذة. ممكن معاها بعد ما تتحمص آكل قطعة جبنة حلومة. خلاص شوفوا هذه كده فطيرتي صارت جاهزة مع كم قطعة من جبنة الحلوم. ممكن لتمرير الأكل هاخد بضع رشفات من ده العصير من العذرة الصحية. خلاص صارت جاهزة واستوت. ححط لها شرايح من جبنة الشيدر، هذه تتباع بالكيلو، فنانة، تسيح بشكل مرة حلو. ححطها فوقها وبعدين كمان حضيف شوية موزاريلا، هدخلها الفرن تسيح. اليوم أنا بس مسوية وجبة كيتو، والأولاد سخنت لهم أكلة أمس، أما أنا مرة ما صرت أشيل هم أكلي كمتكممة. مع العضلة الصحية مرة أموري تمام ومريحينني على الآخر، حتى الشوك، المصاص، أحيانا سناك وعصير، يعني دلع على الآخر. شوفوا كيف جبنة الشيدر تسيح، مرة فنانة إلا بالكيلو، تعجبني. طبعا رجيم الكيتو دايت هو كده دسم وجبن ولحم وحركات. بالعافية.